تغيير ديمقراطي. اهلا وسهلا بك سيدي. اهلا وسهلا استاذ محمد، حياك الله. شكرا على قبول الدعوه. يا مرحبا، الشرف لي. يا مرحبا سيدي نايب. يعني انت اليوم يعني تقريبا اضفت للبرلمان بعض الحيويه بالخطاب وبالطريقه معالجه بعض القضايا المطروحه تحت قبه البرلمان. يعني هل هذا يعني الحزب وراء هذه العمليه ام انه جهد؟ شكرا استاذ محمد، حياك الله. والحقيقه الحاجه هي وراء هذه العمليه، الحاجه الوطنيه لوجود طرح مختلف، لوجود طرح بديل، لوجود طرح يمس من واقع الناس، لوجود طرح يعبر عن ضمائر الناس، لوجود طرح ينظر بكل بساطه الى ما يملي عليه ضميره دون الرجوع الى خلفيات اخرى، لوجود طرح يعبر عن المواطن بكامل همومه. المهنه البرلمانيه مهنه عجيبه، والنائب البرلماني في موريتانيا على الاقل ليس له مكتب، ليست لديه مؤسسه، ليست لديه ميزانيه للتسيير، ويسير الفكر، يسير عمليه فكريه. في اطار تسيير العمليه الفكريه، اذا تجرد الشخص من مصالحه الشخصيه، تجرد من مراعاه خشيه الاخرين، تجرد من النظره الى الدونيه، تجرد من 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 خشيه التصنيف، فانه يطرح القضايا الوطنيه بطريقه عاديه، بطريقه بسيطه، بطريقه سلسه، بطريقه هادئه. ايضا واجب البرلماني هو النصح، هو التعبير عن رايه، هو حمل هم المواطن من الشارع، من ساحات الانتخابات الى قبه البرلمان امام السلطات المسؤوله عن ذلك في البلد. هذا هو تصوري بكل بساطه لما اقوم به. حتى البعض يقول ان ليس لا يوجد فقط مكتب النائب او غياب الحالات التي ذكرتها، ولكن لا يوجد حتى حزب سياسي في اغلب الاحيان للنائب، لان الحزب العلاقه بين النائب والحزب عند نهايه نتيجه الانتخابات. في ظل هذا المفهوم، يعني كيف يختار النائب؟ اعود بك للوراء، كيف اخترت الحزب اللي ترشحت منه؟ حقيقة أنا ترشحت أولا من حزبين حتى تكون الصورة واضحة، حزبين اتحدا على اللائحة الجهوية لنواكشوط، هما حزب طلائق والتغيير الديمقراطي وحزب الوفاء الموريتاني. حزب الوفاء الموريتاني كنت أنا أقوده ضمن كوكبة من الشباب من نخبة معينة لم ترى التبعية في النمط السياسي نموذجا. في خلال جولاتنا السياسية وقعنا على شركاء سياسيين في حزب الطلائق والتغيير الديمقراطي يحملون نفس الفكر، ليست لديهم شخصنة الأمور، ليست لديهم جمود في الموقف السياسي، كل ما يرغبون به هو المصلحة الوطنية، هو تكاتف الجهود من أجل إيصال صوت معبر إلى البرلمان. وخلال عملنا كان انتجنا كتله سياسيه واحده، الان اختفى اسم الحزبين، بقي حزب طلائق والتغيير وكتلته، واختفى اختفاء ايجابي لاننا افكارنا انسجمت، افكارنا اندمجت مع بعضها، كما اعبر عنهم يعبرون عني خلال كوكبه سياسيه فيها جميع ما تتصوره من موريتانيا، من مثقفين، من رجال اعمال، من اطر، من شباب، من نساء. العمليه السياسيه سهله إذا خلت من تعقيد المصلحة الذاتية. طب البعض حتى يتهم هذه الأحزاب بأنها ليست لها رؤية وليس لها يعني فلسفة سياسية معينة، هي مجرد يعني إجراء لإكمال أو للمشاركة في العملية الانتخابية. أنت كيف تهم؟ لا أستطيع أن أحكم على الآخرين، كل يبذل جهده بقدر ما يعرف، كما يقول الشاعر وكل إناء بالذي فيه يرشحه. من عاش فترات حياتية معينة إذا أخذ حزب سياسي سينتج عن تجربته. لا، هناك أحزاب مدارس سياسية عتيدة في موريتانيا، هناك أحزاب فكرية، هناك أحزاب قومية، هناك أحزاب إيديولوجية، هناك حتى حزب ديني، هناك أحزاب دينية، وهناك الحزب الوحيد، حزب الدولة أيضا، الذي كان يسمى يوما حزب الشعب، ثم الهياكل، ثم بيرديس، ثم عادل، ثم مستقلون، ثم اي بي ار. اذا العمليه السياسيه ايضا هناك احزاب لا نغبطهم حقهم، هناك احزاب ايضا موجوده، مدارس
تتم وقعت تتلون حسب الطيف السياسي، وهذا الذي أفسد طرحهم السياسي، لأن المبدأ غالبا للأسف ليس ثابت، ومع أنهم يبذلون جهدهم وقدر لهم ذلك، أعتبر أنهم مجتهدون، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ على الأقل فله أجر الاجتهاد. طب أنا نشرت إعلان بالبرنامج طبعا كالعادة، وكثيرون يعني اتصلوا عن طريق الفيسبوك يعني مستفسرين وسائلين. أولا سنبدأ بالأخ بابا والتامة، تحياتي لكم، اسأله عن شخصه، من هو، تكوينه الأكاديمي، تاريخه السياسي، يعني تعريف يعني. نعم شكرا. الحقيقة إنسان بسيط عادي ما في شيء خارج عن المألوف، عصامي إذا استطعت أن أعبر، من اسمي يتضح الأسرة والمنبت الذي نبت منه، من تقريبا من موريتانيا، ولد والدي في الحوض الشرقي، ولدت أنا في العصابة، ثم قضيت فترة في نواكشوط، ثم كبرت في العقدين الأخيرين والعقد النصف الأخير في عندي علاقة قوية في أطار في أدرار، إذن لي مدارك في موريتانيا كاملة. ما شاء الله عليك يعني. هذا من حيث الناحية الاجتماعية، وأنا أيضا على كل هذه هي طبيعية حياتي. الناحية التعليمية درست الدراسة المحضرية كغيري من الموريتانيين من هذا الوسط الذي يتضح للناس، ثم درست التعليم النظامي، حصلت على منحة حصلت على شهادة الثانوية العامة مرتين من النظام السعودي ومن النظام الموريتاني، سجلت بواحدة في فاكت دريتر سكسيون داليتراتير فرانسيز 96 أو 95، قضيت فيها سنة، ثم جاءتني منحة من الملحقية الثقافية السعودية، لأنه كان في نظام تفوق من حصل على رتبة معينة، جامعة الإمام بالرياض، ثم بعد ذلك درست بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم أكملت دراستي في كلية القانون في جامعة نواكشوط، وتخرجت منها في تخصص العلاقات الدولية، ثم بعدها بسنة ونصف عينت قنصل أول بالقنصلية الموريتانية بجدة ونهاية 2001 بداية 2002، جلست هناك 5 سنوات، خلال تلك 5 سنوات تلقيت دورات مهنية في مجالات لغوية ومجالات معلوماتية، أظهرت حاجة سوق العمل، ثم رجعت 2007 استدعيت وزارة الخارجية بغير سبب، ثم فتحت وزارة الخارجية مسابقة للولوج لها عبر المدرسة الوطنية للإدارة، شاركت فيها ودخلت المدرسة الوطنية للإدارة مسابقة فيها 13,000 مترشح، كنت الحمد لله الأول أعلى معدل، ما تكوننا 3 سنين تقريبا في المدرسة، وتخرجت الأول 2011 أيضا على تلك الدفعة، ثم جلست في وزارة الخارجية مظلوما كغيري من المظلومين من الأطر الذين يلجون إلى الإدارة ولا يجدون من يقدر كفاءاتهم، وعانيت من ذلك حوالي 7 سنين من 2011 إلى أن اتخذت نائب في البرلمان، خلال فترة انقطاعي من العمل 2007 إلى 2011 دخولي الوظيفة العمومية مارست أعمال حرة، منها وكالة سفريات سياحية، منها ممارسات تجارية في السوق. نكتفي بهذا القدر. إذن تقريبا هو. ذكرت مظلوم، أشرت مظلوم، لماذا؟ نعم، هو في موريتانيا بكل أسف، وهذا هو اللي مهم أن نتكلم عنه، أنه لا نجد معايير اختيار من يتولون الشأن العام خارج الوظائف السياسية، طبعا الوظائف السياسية لأهل السياسة يعينون فيها من شاءوا، لكن الوظائف الفنية أضرب لك مثل بنفسي، تخرجت مستشار شؤون خارجية الأول على دفعة، جلست من 2011 إلى 2018 لم أعين قط. لماذا؟ نتيجة لموقف معين؟ لا أبدا، أنا أول مرة مارست السياسة هو ترشحي للبرلمان، بالعكس أنا كنت أتمنى أن أبقى شخصا فنيا، وغيري من الشباب موجودين، الدفعة كانت من 500 شخص، أظن عين منهم حتى الآن حوالي 150 تقريبا، البقية لربما لم ينال حظهم. طب رب ضارة نافعة يعني. هو على كل عما يفعل الله بعبده المؤمن إلا ما هو خير، أنا أتمنى أن أكون مفتاح الخير على غيري، وأن يكون هذا الجهد الذي بذلته وذاك الألم الذي حسيت به أن أكون سببا لرفعه عن الشباب في الإدارة، وعن رفعه عن الشباب في التشغيل للولوج الوظيفة العمومية، وعن رفعه عن الشباب في التكوين، وعن رفعه عن الشباب في العدالة، في نشر العدالة في المجتمع، هذا هو دوري، هذا هو اللي تعلمت الدرس الذي تعلمته من بقائي في الوظيفة العمومية في تلك الفترة، أن الظلم يجب أن يكون له حد، وأن ظلم الشباب في الولوج للعمل وفي التشغيل وفي الاستغلال وفي التكوين أمر حدث ولا حرج عنه بكل أسف. لكن هذا الظلم اللي تصفه سياسة يعني ممارسة
عمد أم أنه ناتج بالروتين وال... شخصيا لا أستطيع أن أتهم الآخرين في نياتهم إلا أن ظاهر أفعالهم أن هناك ظلم، سواء كان مرده قال ضربتني سواء بالكوع أو بالكف، المهم أن الضربة حصلت. ما دام الظلم منتشر سببه لا يهم تشرحه للناس، إنما المهم العمل على قضائه. لا شك أن هناك ظلم في أوساط الشباب في تشغيلهم في استغلالهم، لكن هناك جهة تحمل الجهة دائما تحمل هي السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية اللي عليها وضع معايير لاستغلال الناس ولتشغيلهم ولإتاحة الفرص المتساوية للشباب، وحتى لا نقع فيما لا نريد، إتاحة الفرصة في المسابقات، شفافية المسابقات. الآن لا تتصور أن مسابقة الصحة أجلت حوالي شهر بسبب اكتظاظ الناس حوالي 19,000 كما قيل لي على 300 وظيفة، وأيضا وظيفة عادية هي وظيفة ممرض، بعد سيمر على تكوين ثم هل سيوظف أم لا الله أعلم. مسابقات المعلمين الآلاف عشرات الآلاف على 400 أو 500 معلم. البلد يحتاج إلى نظرة لواقع الناس ونشر العدالة بينهم ونشر ثقافة المساواة وثقافة الشفافية وثقافة العدالة بين الناس، حتى لا، لأنه على كل للصبر حدود، والشباب وطاقات الشباب وسهولة الاتصال هذا يطرح مسائل كبيرة في بلد متعدد الإثنيات متعدد الأعراق متعدد اللغات متعدد. يجب أن نؤسس لنظام عادل شفاف يحمي الناس حقوقهم ويضعهم على قدر المساواة في الخدمات العامة وفي الوظائف العامة وفي الأرزاق وفي الثروة إلى آخره. طب أنت بهذا الخطاب يعني اللي قد يعتبر مثلا خطاب واضح وموجه للسلطة التنفيذية تقريبا أو تلميحا أو تصريحا، يعني أين تضع، ما هو موقعك السياسي؟ أغلبية، معارضة؟ يعني واضح، كنت أتمنى وقت وصولي للبرلمان وأنا واصل إليه أن أجد الخريطة السياسية العادية، يمين يسار ووسط، لأجد لمكاني لنفسي مكانا في الوسط. لكن وجدت أن البرلمان الموريتاني فيه موقعين، إما أن تكون معارضا وإما أن تكون مواليا. فناقشت مع الفرق السياسية اللي بدأت التكوين، وجدت أن الفرق المعارضة عندها مشاكل متراكمة، السير في طريقها بالنسبة لي موضوعيا غير ممكن. ما هي المشاكل؟ مشاكل هي مشاكل شخصنة الأمور، مشاكل اتباع خنادق معينة لا يمكن الخروج. المعارضة من أجل المعارضة لا تفيد الشعب، لابد أن تعارض نظام ولا تعارض شخص، لابد أن تعارض ولديك مقترح البديل، لابد أن تعارض باستراتيجية واضحة، لابد أن تعارض بفكر، لابد أن تعارض في إطار محددات المجتمع. أيضا هناك في المعارضة عندي تحفظات على بعض المواقف الإيديولوجية والمواقف، كأن الناس سبحان الله في عالم والشعب في عالم آخر. في الأغلبية، ما يسمى بالأغلبية، أيضا موجود المشكلة الوحيدة هو أن الممارسون للسياسة في الأغلبية لا يميلون إلى التوثيق، لا يريدون أن يوثقوا نظام فريق برلماني واضح. لذلك خياري بسيط وهو أني في الوسط السياسي. لكن اسمح لي، لا يميلون إلى التوثيق، لو سمحت توضيح. عرضت على فرق الأغلبية في إطار النقاشات وثيقة مكتوبة للعمل البرلماني تؤدي إلى رفع قيمة البرلماني، تحديد دوره، النقاشات اللي يتم فيها. الدور البرلماني من 5 سنين وضعت لها خارطة الطريق على طول 5 سنين، هذا عدد من النواب جمعنا حوالي 7، ثم تطور الأمر إلى 27 بعد ذلك، نتفق على شيء مكتوب. رفضوا الوثيقة، قالوا له نعمل اتفاقات شفوية مبنية على تقاسم بعض الوظائف والمصالح. الأمر لا يهمني شخصيا أن أكون نائبا لرئيس البرلمان أو رئيس لجنة أو مقرر أو عضو في إحدى برلمانات الخارج، هذا ليس من اهتمامي. أنا اهتمامي أن أضع المسألة الوطنية في هذا الوقت من حياتي أمام الواقع وأن أمارسها. لذلك رفضوا هذا الجانب وقرروا تقاسم بعض الوظائف، لذلك خرجت أيضا من تلك التشكيلة وبقيت في خط الوسط الآن في البرلمان، وأحدث عنه الكثير. من ضمن مجموعة والله، من ضمن أجلس في الجانب اليسار من البرلمان، لأنه ما في خيار أجلس في اليمين. تحفظاتي على الجانب اليمين أكثر من تحفظاتي على جانب اليسار، فجلست مع جانب يسار. تعني طبعا يسار لا لا لا، اليسار بالنسبة للجالس، إذا اليمين بالمفهوم السياسي،
إذن تحفظاتي على اليساريين الآن أكثر من تحفظاتي على اليمينيين في وضع البرلمان الموريتاني، فلذلك أجلس مع جانب ما يسمى بالأغلبية وتناقش مع الجميع. المهمة الوحيدة التي قمنا بها، موجود أيضا نائب ثاني معي في نفس الطرح هو نائب الخليل ولا نحوي، مشكورا أيضا لديه نفس الفكرة. إحنا نائبان موجودان في البرلمان، لم نسجل في فريق من البرلماني، موقفنا الوسط. نتج مجهوداتنا أنه على الأقل في جلسة الماضية لقانون المالية لما سحبت المعارضة نحن قمنا بالوساطة حتى أرجعنا للمعارضة، لأن لدينا ثقة عند المعارضة ولدينا اتصالات مع الأغلبية، فرجعت المعارضة إلى القاعة بسبب وساطة قمنا بها أنا من جانبي مع رئيس الجلسة والخليل النحوي، وأنا وهو أيضا من جانبنا مع المجموعة. إذن مهم أن يكون هناك جسر واصل بين وضع. لكن أنت بهذا الطرح يعني تعطي فكرة خطيرة عن البرلمان الموريتاني، وهي فئة مشغولة بشخصنة الأمور والأبعاد الإيديولوجية، وفئة يعني تتخبط أو تعمل بطريقة غير منظمة وغير منظمة. وجهة نظري بسيطة، لا تعتقد أن هذا قد يكون فيه يعني ظلم أو لا؟ ما أريد أن أذهب في ظلم، أسحب كلامي، ما قصدي به أن أظلم أحد، قصدي به أن أصف ما رأيته أمامي. رأيت هناك أحزاب معروفة تتبع لأشخاص متحكمين فيها، يأمرون فيها، يعطون فيها، لديها إيديولوجياتها، لديها تحفظ على بعض الإيديولوجيات في المعارضة، لديها تحفظ على بعض الأحزاب في المعارضة التي لم تغير أشخاصها من نشأت إلى الآن. هذا هو الذي أعنيه حتى أكون واضحا، بالنسبة لي العملية السياسية عملية متقلب، يجب أن تكون دائما هناك تجديد. إذا لم يكن هناك تجديد يعني أننا لا نعترف بالفشل، والفشل قد يكون حاصل، لأنه إن عارضت 30 سنة فمعناه ولم تنتج شيء، اترك الفرصة لغيرك، كما لو حكمت 10 سنين عليك أن تترك الفرصة لغيرك أيضا، لا تستطيع أن تواصل أكثر منها. تناوب الديمقراطي كما هو مطلوب في الأغلبية وأصحاب السلطة مطلوب في المعارضة أيضا، هذه هي فكرتي حول الموضوع. أقدر أحزاب المعارضة وأحترمهم، أعتبر لهم مسيرتهم النضالية ومسيرتهم، ومخلصون في عملهم، لأنهم بالجانب الجاف من العملية الحياتية، لذلك أقدر لهم جهدهم وأحترمهم لهم، ولكن أتمنى عليهم التجديد. الآن الفكرة الموجودة، من يحكم فرنسا الآن؟ حركة جديدة ليست من اليمين ولا من اليسار. من يحكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ رئيس لم يكن يوما حزبيا طرح أفكار، هذه العملية موجودة في أغلبها. من يحكم اليونان؟ من يحكم إسبانيا؟ من يحكم الحركات التجديدية الشبابية ذات الطرح مباشر مع الناس، ذات الطرح البسيط، ذات الطرح الغير معقد، هي اللي تحكم العالم الآن. والعالم أيضا متجه لها، نتصورنا بعد 20 سنة إن شاء الله، هو أنا وأنت بعد طول العمر، سنجد أن هناك تصنيف جديد لما نتحدث عنه الآن، لأنه موجود منتشر في العالم، مرتبط بالفيسبوك، مرتبط بالسوشيال ميديا، مرتبط العملية أصبحت أسهل مما كانت تقليديا، فلذلك ممارسة السياسة تقتضي التجديد وليس الجمود على صور نمطية كان. واضح. طب أنت بهذا المفهوم أنت تعتقد أنه الأحزاب السياسية اليوم يعني تعاني من وجود قيادات يعني لم تفهم أن الوقت حان مثلا لتغييرها؟ قيادات مهمة، قيادات لها دور تاريخي كبير، قيادات ناضلت، قيادات قامت بكل شيء، إلا أننا كما نطالب بتحديد المأموريات في السلطة التنفيذية وفي الرئاسة وفي الأغلبية، يجب أيضا أن يكون في المعارضة تناوب على هذه الأحزاب وتجديد للطبقة السياسية فيها حتى تنتج فكرا جديد. لكن هؤلاء مثلا قد يكونوا صبروا على ما لا يمكن لغيرهم أن يصبر عليه. لهم الأجر إن شاء الله، الأجر الحق على الأقل. لهم الأجر. فالعملية السياسية مبنية على التجديد، أنا أجرب فكرتي، إن نجحت مشى الوضع، إلي ما تنجح وتيح الوقت لفكرة شخص آخر، أما أن أجمد نضيع الوقت. يجب تجديد في الأغلبية وفي الأحزاب الحاكمة كما يجب تجديد في الأحزاب المعارضة. الأصوات الآن اللي أحدثت في البرلمان هذه أصوات غير تقليدية، ليست موجودين الأشخاص التقليديين في البرلمان، ما أحدثوا ذلك الأثر، يؤدون نفس الأدوار النمطية التقليدية. واضح. طب أنت في البرلمان مثلا هل كنت تتوقع الأداء الموجود في البرلمان الحالي، أم أنك أصبت بالأحباط نتيجة له، أم أنه مثلا جاك فوق الظن؟ لا، شو البرلمان الموريتاني أمره سهل، أولا يتكون عادي مما يتكون برلمانات العالم، هناك رجال أعمال
مهنتهم واضحة، أنهم رجال أعمال. هناك مثقفون، هناك موظفون سامون سابقون، هناك متقاعدون كانوا في الوظائف العليا، هناك سياسيون مهنتهم هي السياسة، هناك نساء نجحن لأنهن نساء يعملن في المجال النسوي، هناك وجهاء تقليديين. جميع الأشكال المجتمعية موجودة في البرلمان الموريتاني، وكل يؤدي دوره بالطريقة اللي تعودها. النسبة أيضا مرتفعة للشباب حسب وجهة نظري، ندرع حوالي 15% شباب، وهي نسبة مرتفعة. مثقفين موجودون، الوزراء اللي مروا على اللجنة المالية يجلس الوزير من 10 صباحا، وأحيانا ما ينتهي النقاش إلا في المساء. وزير المالية مثلا جلس مرة من الساعة 10 صباحا حتى 11 في الليل، 13 ساعة من النقاش متواصلة. ما يستطيع أن يقوم إلا برلمان فيه كفاءات. البرلمان لا تنقصه الكفاءات، المشكلة كل المشكلة في التموقع السياسي والجمود على موقع الحزب والارتباط بالحزب وتوجهات الحزب والنمط السياسي التقليدي اللي ما يترك للبرلماني مجاله في اختيار رأيه الخاص. هذه هي هذا بالنسبة لي هو المشكل الموجود، أنه النواب الموجودين منتهى الكفاءة ولكن محكومون في إطار أحزابي. هذه هي المشكلة. من ما تلقيته من بعض الأخوة على صفحة برنامج فيسبوك يتساءلون، يعني هل لك خلفية يعني إسلامية؟ الإخوان المسلمين بالذات. لا، الإخوان المسلمين أبدا، لم أكن يوما من الإخوان المسلمين، ولم أنضم لأي حركة إسلامية من الحركات الجديدة. هذا يكون واضح. أنا اللي لا عاد حد إلى يربطني، قد يربطني بالوسط اللي أنا منه، اللي هو وسط صوفي، وسط تربية، وسط هذا ممكن عندي. هذا الناحية الناحية السياسية. شوف أنا أرى أن كشخص أعطيك إجابة واضحة، أنا لم أكن يوما إخوانيا، لم أكن طبعا كغيري في بداية الحياة تأثرنا بالفكر القومي أيام حرب الخليج، لأنه كان ذاك الوقت الانتشار القومي كثير، ولكن ما طالت العملية بالنسبة لي. أنا إنسان واقعي، من تعود الدور تصنيفي أنا من نفسي، أنا إنسان واقعي فكري، واقعي اجتماعي، أسعى واللي أؤمن به هو العملية الاجتماعية الحياتية، أن الناس يجب أن تعيش متساوية اجتماعيا، متساوية أمام العدالة، متساوية أمام التعليم، متساوية أمام الصحة، متساوية أمام. لكن أمتاز عندي الحياة بأن الدين الإسلامي نظمها كاملة. أنا ما عندي تصور أن أي باب من أبواب الحياة إلا ونظمه الدين الإسلامي. لذلك التعامل فيه في إطار الإسلام الحضاري والإسلام المنفتح والإسلام المعتدل والإسلام الصحيح والإسلام المهذب والإسلام الراقي، هذا هو المطلوب. واضح. بعيد عن الأفكار الإيديولوجيات والنمطيات. لا. ودخلتك الأخيرة في البرلمان، البعض يعني يطلب أنه يكا ممكن ما سموها والله. هي الحقيقة تعرضت القرصنة قرصنة برلمانية، لأنه الغريب هي تقريبا المداخلة الوحيدة اللي بعد أوقفت. ثانينا لا يخلق شوية غير يخلي يكمل، أوقفت. وأنا بعد قد نحاول أني نقراها لأنها موجودة عندي، ربما تفيد إذا سمحت لي. سامحني أني نقراها إن شاء الله، تعود معي طويلة المداخلة. أولا سابق نقراها لأن نقول أن هذه قضية بسيطة. شنو دور البرلماني؟ هو النصح، بس من حالة ينصح وعن طريق إنارة الرأي العام وإنارة المعنيين بخطورة اللي واقعين فيه. وأنا بعد هون لياك تعرف فكري لا يتسمعوا في هذه المداخلة، لأني كان مهم عندي فيها وتوعد لا شيء واقعي، أمثلة واقعية. فخامة رئيس الجمهورية إن حدثوك عن مبادراتهم لمأمورية أخرى، فحدثهم أنك صاحب المبادرة في تسوية الأوضاع في بوركينا فاسو بعد هروب بليس كومباري. وإن حدثوك عن مبادرة للتمسك بك، فحدثهم أنك صاحب المبادرة في إخراج يحيى جامع هاربا من غامبيا. وإن حدثوك عن مبادرة لإنشاء مملكة، فحدثهم أنك صاحب آخر مبادرة لزيارة ملك ملوك إفريقيا قبل لجوئه إلى قنوات المجاري. وإن حدثوك يا سيد الرئيس عن مبادرة التمسك بك، فقد تعطروا بمعاوية من قبلك. فحدثهم أنك شاهد على صور لوران غباغبو في ملابسه الداخلية وهروب بن علي من تونس ونهاية علي عبد الله صالح. فخامة الرئيس، إن فن الاستيلاء على السلطة والشجاعة المطلوبة لذلك أمر نادر،
غير أن الأصعب والأندر هو مهارة الخروج من السلطة بسلام. إن أسرتك بحاجة لك، وإننا يا سيادة الرئيس بحاجة لبلدنا ووطننا وأمننا. إن عليك يا فخامة الرئيس المقارنة بين حقيقة مبادراتهم الخيالية وواقع ونتائج المبادرات الملموسة التي قمت بها. فخامة الرئيس المقبل، أطلب منك تسجيل أسماء أصحاب المبادرات وتصنيفهم في المعارضة المقبلة، لأنهم يعارضون وصولك للسلطة. هذا كان هو تقريبا الفقرة بعد اللي تعني. هناك فقرة شق فيه لتونس وليه. نختار نقول بعد أني راني فما رواقج تحسوا من ذكر بعض الأسماء عندهم لهم محبة خاصة ومودة خاصة. ما ذكرتك الرؤساء لياك نأذي مشاعر ذوك اللي يبغوهم، لا لا، إنما لكي أبعث العظة والعبرة لمن أخاطبه بما حدث في النهاية أمر واقعي ومؤسف. ولذلك ذوك العاد فهم فهم إساءة ذوك الرموز المهمين بالنسبة لهم، ذاك ما هو قصدي ومتذر لهم عن ذاك لعلي عود. السؤال كان ذكرت تونس، شفت تونس. تونس نعم تجربة كبيرة. شوف الرئيس التونسي حكم فترة طويلة، أصحاره تمكنوا في المال والسلطة، حاشيته اغتنت واستذرت. ولكن في إحدى حتى تقارير على التلفزيون كنت نتابع أن درع من الذهب نسيته حرم الرئيس في غرفة نومها، لم تستطع الذهاب به، مصمم فقط على جسمها هي، ما قدرت تمشي بيه، عجلت عنه توه هو لبسه من الذهب معدلاله هي اصلا عندي انه جوتشي والله جيب شيء ما اذكر. ولذلك هي موعظ، يلا حد يذكر انه لين يعطي 10 سنين في السلطه وعنده سنتين سابقا 12 سنه وقام. اشبه اللي يجبر احسن موته قد شفتهم موت الرؤساء الموريتانيين هي وفاه الرئيس الراحل علي بن محمد رحمه الله. توفى بيني بلو وبين خلقه بكل اريحيه وبكل فخر داخل وطنه، وقامت الناس كاملة معاه واحترمتنا. لماذا؟ لأنه ترك السلطة بسلام. لذلك الرئيس اللي يجي حد ويقول نعدل لك مبادرة وندورك تعود رئيس، ذاك عنده مصلحة بيدي، مهم عنده السنة سنتين يجبر فيهم ذاك الجابر، يلا هو يفكر بمصيره هو بعد ذيك السنتين. تاريخ الموريتاني ملي بسيط أستاذ محمد وانت أدرى. الرئيس ما عنده مشكلة واللي نعدل المأمورية قد تتخطى له، غير النتيجة في التاريخ الموريتاني هي انقلاب. نقدر نحسبه من 78 إلى ما قط العسكر قنطم الرئيس ما تلمت فاصل مع السلطة، ما قلعوه توس وقال حال قلعوه به. أنا بعد السلطة الموجودة والرئيس الموجود ولذا العد الكامل من شنو اعترف له منه يسر منه صالح، منه المسابقة اللي ذكرت لك تخلنا منها، ومنه قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعنده إنجازات. ما نختار يكون يمشي بذاك المجد وتوف. أرأي أنا عليه رأي ناصح قطعا ومخلص، ما عندي فيه أي شيء ثاني. كنا نتمناه يتم يمشي من هون شورين شيري وشور تيرس وعد راحته مرتاح بدون اي مشاكل، وذا قطعا ما يقدر يخلق مع المأموريه الثالثه بكل اسف. انت في هذه الحاله اشارتك الى بعض الدول اللي استطرت، يعني مثلا ما حصل في بعض الدول العربيه، يعني انت كيف تنظر؟ هل انت هل معجب فيه مثلا انها ثورات وانها حتى ولو استأصلت مثلا الرؤساء اللي اشرت لهم؟ شوف، وهل تعتقد ان موريتانيا قد تتعرض في ظرف من الظروف او نتيجه لموقف من المواقف لا قدر الله ما تعرفت؟ شوف، الثورة في حد ذاتها لا يستطيع مثقف وشخص يحترم نفسه إلا أن يجلها ويحترمها ويقدرها. لكن الثورة إذا خالطتها الدماء وقتل الناس وتخريب الأمن وتخريب الاقتصاد لم تعد ثورة، أصبحت حربا أهلية. لذلك العاقل من يفرق بين الثورة والحرب الأهلية. الثورة حدث يتم اجتماعي كل الناس متفق عليه وينهي العملية في 24 ساعة وثلاثة أيام أو يومين وينتهي، كما حدث في تونس. تونس حدثت فيها ثورة لأن أمنها مستتب وأمورها الاقتصادية بخير، لكن ما حدث في الدول الأخرى. أتحفظ على تسميته ثورة لأنه حرب أهلية، والحرب ندعو الله أن يجنب لها بلادنا. ولا أتمنى أن تكون في بلادنا ظروف مشابهة، ولا أتمنى أن تحدث، بالعكس أتمنى إن شاء الله أن تتم انتقال السلطة والتبادل عليها بطريقة هادئة وبطريقة سلسة. وهنا بعد أحيي العملية الديمقراطية، هو الرئيس المنصرف لا يحرم عليه القانون ولا الدستور أن يدعم شخصا مترشحا. ولذلك لو كان أهل المبادرات حذقاء لسموها مبادرات دعم خيارات رئيس الجمهورية وليس دعم مأموريات رئيس الجمهورية، لأن الرئيس المنصرف يستطيع أن يدعم شخص آخر. وبالتالي من المصلحة للرئيس وللوطن وللدولة أن يدعم الرئيس المنصرف مرشحا ما يخلفه، وإن نجح بدون تزوير
فحسن. وغالبا كاع في الدول العالم الثالث لا منين تدعم السلطة حد ينجح وتعود العملية سلسة ولا يتأثر بها المواطن العادي وتعود أسلم وأشمل للأمن وللاقتصاد وللوطن وللمصلحة. لا أتمنى أنبه على الخلط بين الثورة والحرب الأهلية. الحروب الأهلية من سببها من قام بها مجرم، والثورة عملية سهلة. أنت من خلال مداخلتك هذه، وهي طبعا أشبه بالموعظة اللي قد تكون يعني تخفي شيء ما، رئيس الجمهورية طبعا ذكر أنه لا ينوي الترشح لمأمورية ثالثة رغم المبادرات. أنت هل تثق في كلام رئيس الجمهورية أم أنك تعتقد أن هناك بعض الظروف اللي قد تفرض تغيير؟ أثق جدا في كلام الرجل، خاصة المقابلة الأخيرة مع لوموند أو إر إف إي ما أذكر، أثق في كلامه واعتبرته سليم. لكن أحكي لك قصة حكاها أحد الزائرين لمصر، رجل كان مفيد من الناس المفيدين ربما ماليا وفكريا، زار مصر وفي اليوم الثالث لما مر من نفس الممر سلموا عليه كلهم هكذا، نعم تفضل يا سيدي، قال لذلك قال فرعون أنا ربكم الأعلى. المشكلة أن الرئيس والزعيم إذا كثر عليه المقترحات الإيجابية فيما يهوى لربما يضعف يقينه بالعملية الديمقراطية، ولكن ذاك على حساب المصير. فأنا أريد أن يتحرك فيه حكمته وعقله وخبرته ولا يضعف للهوى مقابل مصير مرتبط به كشخص، مرتبط بالبلد، مرتبط بعائلته والمقربين منه. هذا هو أخشى ما أخشى، لأن حتى أصحاب المبادرات ليسوا مقنعين، ليس عندهم طرح مقنع، إنما هم وأيضا ما أظلمهم لأنهم ربما يحبون الوطن كغيرهم، لكن الاستقصاء يعرض أنهم أصحاب مصالح وظائف أو التجارة بكل أصحاب كل اللي قاموا بالمبادرات إلى الآن. هذا المشهد يعني المليء بالمبادرات، يعني هو لم يمتلي بعد، ما امتلأ يعني وحنا مقبلون على مبادرات أكثر. أنت كيف تقرأ؟ تعتقد أن هؤلاء الناس تحركوا من تلقاء نفسهم أم أن هناك مراكز قوة تحرك؟ يعني كيف هم تحركوا من تلقاء أنفسهم حسب ظني، لأنه لو كان التحرك من جهة أخرى لكان الزخم، لأن الإشاعات كثيرة كانت زخم أكبر. لا هو الإشاعات، شوف هو بكل أسف نحن في نتكلم عن المجال السياسي حتى لا يحرف أحد كلامي، ولذلك أستطيع أستخدم أوصاف خارج عن المألوف العادي. التملق السياسي منتشر على حساب ما كنا نقول قبل ساعة، على حساب الكفاءات. أنت كصاحب كفاءة لو كنت متملقا سياسيا لربما كنت اليوم وزيرا للإعلام أو رئيسا لخلية الإعلام، لكن كصاحب كفاءة إعلامية مهنية محترم تبقى صحفيا محترما مهما. ولذلك ارتفاع نسبة التملق السياسي هو الذي ينتج مثل هذه المبادرات. شنو المطلوب من المجتمع؟ العزوف عن هذه المبادرات. المجتمع يجب أنا ندوري لين يدعي واحد المبادرة بس بجهة، أولا ياسر المخالفات القانونية. شوف هو لين يعود عضو في الحكومة مغلو عليه القانون العقوبة بلا شغال الشاق، ولين يعود إنسان عادي خارق الدستور، ولين يعود مثلا عملية عجيبة وغريبة، أنت عامل سياسي وموجود ولك وزنك، يلا تراهن على الوطن أولا للبلد وخذ العملية السياسية والتجربة السياسية وشارك فيها. انتم هما كاع ما شاء الله ما غالبهم اصلا المشي مع الانظمه، هما كانوا مع ذاك النظام ومع ذاك السابق، يعودوا مع هذا النظام اللي يجي غير يخلوا البلد يمر بسلام من الناحيه العاديه. هذا بعد حسب وجهه نظري واضح. طب سيدنا احد الاخوه يعني له طلب يعني لكم، طبعا عضو الفيسبوك. الله يسر، قول لك نقول لك الله يسر. قول قول قول. شيخنا محمد فال طالب باسمي بالاعتذار علنا لعائلة الشهيد القذافي ولمحبيه ولكل المسلمين عن اعتذاره بأوصاف كاذبة، هذا بعبارته، وغير لائقة ثبتها إعلام الفتنة في عقول المستلبين. الاعتذار أولا وإلا فلا متابعة له، لا في البرنامج ولا في البرلمان. البرنامج جديد. البرنامج ما اختير يتم يتابعه، لأني أنا قاعد فيه الليلة ورا ذاك. لا في البرنامج ولا في البرلمان. لا أنا استبقت كلامه لأني ذكرت أني لا أقصد الإساءة، الله يفهم من ذاك ذاك اللي واضح، ما قصدي الإساءة، قصدي الموعظة كما ذكرت أنت للطرف الآخر،
والموعظة حاصلة بذاك المشهد اللي انقلت أنا، اللي ما في شيء اللي ما يتعلق قاع بتوصيف المآلات لا بالشهادة ولا بغير هذا، كان ما ما ما, ما نحكم على على مصائر الناس الأخروية ما تعنيني. أنا اللي انقلت مشهد شفته على اليوتيوب، مشهد تضاريسي يتحدث عن جغرافيا المكان، ما يتحدث عن نوايا ولا عن مآلات الناس في آخرتهم. ذاك المشهد التضاريسي من واقع الجغرافيا هو اللي انقلت للعبرة عن ذاك اللي نخاطبه، وبالتالي ما في أي إساءة أبدا لا له هو ولا للزعيم بالنسبة له هو اللي يعتبره زعيم، نحترم له ذاك المحبة تجاه ذاك الشخص ونقدرها له، ما في أي قصد للإساءة أبدا لذاك الجهة، بالعكس. واحد من الإخوة هو غير أفضل يتم يتابع بعض البرنامج، واحد من الإخوة يذكرك أنه يذكرك أنه يعني يبدو أن الأنصار زعيم اللي راحل محمد القذافي رحمه الله يعني كان مهم عندهم يجاوروا معك ولا يتكلموا معك، ان الليبيين اليوم يتباكون على معمر القذافي. صحيح صحيح، انا شاطر الراي، يتباكون على معمر وسيضعون سيف الاسلام رئيسا حسب تصور. ويذكرك انت 90% من اليوم. صحيح صحيح، مع سيف الاسلام معاه في ذاك. صحيح معاه في ذاك، الا يدل هذا على نعم على ان الصوره اللي تتكلم عنها قد تكون بفبركة؟ لا انا اتكلم عن حادثه ما عندها علاقه بمآلات الوضع في ليبيا ولا باسباب الوضع في ليبيا. انا تكلمت عن صوره موجوده على اليوتيوب، تكلمت عنها لإيعاظ شخص يفهم الشخص اللي كان موجود ويعرف مكانته وعظمته وكبرياءه لما كان مسيطرا. وقطعا الوضع في ليبيا حتى أيام القذافي لما دعا إلى انتخابات كانت استطلاعات الرأي اللي قاموا بها عدة جهات أنه سيفوز في الانتخابات لو تقدم قبل أن يتدخل الناتو ودول أخرى ويسقطوا نظامه. لا، هو القذافي شعبيا مسيطر، هذا ما في مجال. طب يعني موريتانيا غير بعد قضية القذافي، ما هي اللي رانا رسالة وصلت الجماعة ما هي موضوع. أنا لما قديت تكون والله عندهم الحق، لا يتعلق نعم هذا يتعلق بحاسيس الناس ومشاعرهم مهم، تعاطف معهم فيه وتوضيح لهم الفكرة غير حكمهم عليها وراء ذاك. أنا المهم عندي لا يتم يتابع البرنامج. طيب موريتانيا اليوم مقبل على استحقاقات كثيرة، أنتم في الحزب إن كان الوفاء أو طلاء التغيير الديمقراطي، يعني ما الذي تجهزون لهذه الاستحقاقات انتخابات رئاسية؟ شوف سأعطيك فكرتي الشخصية، الحزباني وكلاهما وحده شو الدور يعدلوا ذاك اللي رافين عليه في الوقت المناسب، غير وجهة نظري الشخصية هي اللي نقدر نعبر لك عنها. أنا ظاهر لي أنه المهم في دولة من دول العالم الثالث في الصحراء الكبرى، حدود الصحراء الكبرى محيط بها هذا كامل من الأحوال اللي راعوا فيه، مقبلة على ذروة كبيرة ينقال لها الغاز، دور تعود لها تأثير على الوضع. أهم شيء يمكن يطالب به إنسان عاقل هو الأمن والاستقرار والأمن. كل طريقة ديمقراطية عادية تنتقل بها السلطة في إطار أمني سلس للتبادل السلمي على السلطة بدون أي مشكلة، إني أتكلم عن الأمن، ما نتكلم اللي عنده 17 شهر، أتكلم عن الأمن في المستقبل، لأنه أهم شيء بأن الدستور ما يمتس وبأن الترشحات تخلق عادية، لياك الأمن ينضمن مستقبلا، ما هو في 6 شهر ولا 7، 6 شهر عملية انتقالية. إذا بوجهة نظري أنه أهم شيء في الانتخابات ما هو قاعمل لها عود رئيس، هاي عملية جانبية، أهم شيء فيها ذاك الرئيس اللي يوصل بطريقة سلسة ويوفر الأمن. هذا بالنسبة لي هو التحدي المطروح لنا، كي قلت لك في المحيط اللي فيه الحركات المتطرفة الإرهابية واللي خلق في المغرب قبل 3 أيام أو 4، التطرف خطير والفكري الإرهابي خطير، والمجتمع يحتاج الكثير من الإسناد والدولة تحتاج الكثير من الوقت لتبقى كما هي. أهم عامل تقد الدولة والمجتمع يبقاه فيه بأمانها هو المطلوب الاستمرار والاستقرار والتغيير السلمي والتناوب السلمي على السلطة. من لا هي يفرز ذاك التغيير ومن لا هي يفرز ذاك التناوب السلمي، ما يأثر على حياتي ولا على حياتك ولا على حياة مواطني، يأثر في معطيات محدودة جدا، ذيك المعطيات ما تمس واقع المواطنين ولا هي أولوية ملي راهي بالنسبة للإنسان العاقل. إذا المهم أنه يتم الأمن موجود والتناوب على السلطة يتم بسلاسة، وتعود الناس كاملة راضية به ومقتنعة به الغالب والمغلوب، ها هو ولا يعود في مطعن، ها هو اللي يضمن للدولة وذل المجتمع البقاء بطريقة عادية ضد هذه التجاذبات كاملة الموجودة. مرحبا. اليوم مثلا أنت ذكرت أنك تعتبر نفسك في منطقة وسط داخل البرلمان، أنت والأستاذ الخليفي،
لكن في الجهتين الثانيين ليمينكم وشمالكم يعني هناك طرحين. هناك طرح كما ذكرت التيار الأمور كلها سوداء، الفساد والمحسوبية إلى ما هنالك من الأوصاف، وطرح لا يرى إلا الإنجازات والمعجزات. وأنتما أنت وصفت نفسك بأنك مولي وسط، يعني هل موريتانيا اليوم أقرب إلى دولة الفساد والمحسوبية أم إلى دولة الإنجازات وتحقيق المعجزات في الاقتصاد؟ شوف، قالون خارج ملك قالوا غير صارين قطاع السعودية إيش كاولوا من عمدة بلدية دشرة كبيرة في السعودية إنه وكال، قال لهم حاس به غير شقال في العالم. ما يلا حد، أنا ما قد نحكم على بياني، ما عندي الإحصاءات، غير شوف نظرتي للوضع ذي. هناك أشياء تم تحقيقها لأول مرة في تاريخ موريتانيا في مجال البنى التحتية. قال لهم وكال، قلت لك إن الملك فيصل الله يرحمه قد حكى لي حد، أنا عايد قد سكنت في السعودية فترة طويلة، أنا بس فقط لا، قال إنه شكاله حد من عمدة بلدية كبيرة في السعودية، وقال له فلان ها راه ولك وكال، قال له يا غير شقال، ها بعد يحكوها الناس العادية في في في. ولذلك بالفعل هون تم بعض الإنجازات، غير أنا ركزت على جانبي هو العقد الأخير تم فيه زيادة مهولة وعجيبة في إيرادات الدولة، وبالتالي ارتفعت الميزانية حوالي 100%. كان الضرائب يجيبوا مبلغ ضعف مرتين ونص، كانت الجمارك تجيب مبلغ ضعف، إذن هم في جانب الإيرادات وتحصيل موارد الدولة عدلوا مجهودات جبارة. لكن المشكلة فاش؟ في مجال الشفافية في إبرام العقود. لا نعطيك مثال، أنا كدبلوماسي سابق وكإنسان مهتم في السياسة، نهار إذا نزقنا في موريتانيا نزور، زين عندي قصر المؤتمرات لأنه معلمة كبيرة، ولكني أشعر بالضيم داخلي لأن الطريقة التي تم إنشاء بها مدركا أنها ما فيها معايير شفافية. إلين نسافر نجي المطار نواكشوط جديد، زين عندي ما فيها معايير شفافية، ما يفهم، لا عندي نفسرها لك. كانت يلا تخلق مناقصة، وكان يلا يتقدم لها الناس كامل، وكان يلا ينعطى لمون ديزاين الأقل، العرض الأقل تكلفة على الدولة، وكان يلا توضع يا غير نعطى الطريق التراضي اللي نقال القري أقري. إذن عاد بالنسبة لي أنا طعمته ناقصة، وله ديك تكوري لو عدلت فنفير قرواح مونك والمبنى زيني، غير أشعر أنا كشخص مطلع للناقص عندي شي قصر المؤتمرات لأنه للأسف ما صاحبته الشفافية. هذه واحدة. في المطار نفس الشيء، في صفقة الميناء نفس الشيء، هاي الصفقة معدلة في إطار قانوني راهو بي بي بي، هذا الشراكة القطاع العام والقطاع الخاص يتيح مثل هذه الصفقات، ولكن يجب أن تتم بالطريقة اللي فيها. هو قال صدرنا العدلة مناقصة، احنا رانا ميناءنا عارضينه وتقد تعقب نفس الشركة تفوز به وتجبره 30 سنة وتعود ما فيها مغمز ولا فيها مطعم. المشكلة المتاحة في هذه الفترة، ملاحظتي الوحيدة على هذه الفترة، هو عدم الشفافية في إبرام العقود. ياك نعود عبرت لك عن رأيي، عدم الشفافية. نهنئهم على مستوى نهنئهم أولا على مستوى التحصيل، لأنه الخزينة عادي يدخلها ياسر من المال، يا غير مدي في الجانب الثاني العقود فيها ياسر من الشفافية حسب وجهة نظري، وراني قد يعود قال لي شي من المعلومات يا غير اللي نضرب من الأمثلة بعد ظهر لأنه سهل ما في شيء كبير. مستوى التحصيل هل يناسب مستوى التدبير؟ التدبير لا يدركه إلا المسير، لأنه ما هو داير الناس الآخرين قاع في ظروف يطلعوا لي عشان ما نعرفه، ما نقد لعبات فيرميل غرفة العمليات مغلقة، أنا وأنت ما عندنا عليها الأكسيد دونك ما نقدر نحكم عليها. غير وتوف وزير المالية 13 ساعة معكم، ما قال لكم وزير المالية عندنا معه اختلافات في الاستدلال، وهذا على صفحتي نطرح عليه مسائل يجاوبنا بالنظري، بينما احنا واقعيا عندنا معلومات أخرى، وهذا أنا قدم. هل أنتم كيف تصفوا؟ نو، هو كمسير عنده الحق يجاوب كما يشاء ويرد كما يشاء من مصلحته من مكانه السياسي من موقعه. احنا كنواب لدينا اعتراضات، منا عنده الأدلة يوثقها وينشرها، والمنا ما عنده معناه أنه يتكلم عن شيء ما يعرفه. وأنا بعد على كل طريقتي بسيطة، الأسئلة اللي نطرحها والمجال اللي نطرحها، يعني اللي الجواب اللي ينقال لي فيه عدم منطقي نشر على صفحتي الدليل اللي ثابت عندي به السؤال اللي طرحت، والإجابة اللي قال معالي الوزير وانتم وغيركم لا يتحكموا، كان ذا واقعي والله ما هو واقعي. ولذلك الحكم على 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 المسير يحتاج لجنة تفتيش
لياك البرلماني قد ينطق بحكمه يلا يعودها تشكل لجنة تفتيش وتاج على مصادر المعلومات وحكم عليها من واقع رسمي. وفي الواقع العام من عضو لك خبراء ولا كصحفيين ولا كإعلاميين ولا كملاحظين، وبالتالي يعود قاع وجهة نظرنا نسبية. حبطوا وجهة نظري. طب رسل لجنة التفتيش البرلمان يعطي انه تمشي لجنه تفتيش القطاع في اطار الرقابه، هو عمل البرلمان رقابه الحكومه، جزء منه رقابه الحكومه بالاسئله الشفويه بالاسئله الكتابيه بلجان التفتيش الى اخره. وبالتالي انا اللي ياك نحكم على وزير الماليه يا كان تسيره حسن ولا ما حسن، والله كان اللي جاب قال لي حق والله ما حق، يلا نجي للبرلمان ونطلب لجنه التفتيش. طبعا ما لا راه لاني ما عندي الاغلبيه اللي ياك تصوت لي راه، غير لو كنت لا راه نمشي ولي نعطي شهر والله اثنين حسب الفتره نفتش بلي نفتش انا ديك الساعه اللي نجبر استاذ محمد نعطيه الجواب الرسمي ساوي ياك نعود عاطيه لا. لكن اذا كنت مقنع، اذا كنت مقنع وطرحك معقول والدافع له دافع وطني، طرحي بسيط لا نقول له ما يحتاج الموقع السياسي، ما يحتاج اي واحد مثلا لا نعطيك مثال حريصين على الوطن. لا ما هذاك اللي يخليك، ما ذاك اللي يخليك تعيبت لك بين العيب الوحيد الموجود في البرلمان هو الخضوع رغبه الحزب. نعطيك مثال، انا قدمت مقترح اليوم دور ننشره ان شاء الله عن توفير سيارات الاسعاف على الخطوط الوطنيه. انت رايك كان طريق لمن هذه من ساعه تمشي من هنا الى النعمه توفر يعني يخليك حادث تجي سياره اسعاف ولا ما تجي. نادر وتجي مره والعيات وقاع يموتوا تحت وفهم مقترحات عيات يموتوا طايح عليهم متم اجبروا قاع حمايه مدنيه ترفعهم. هذا المقترح توفير سيارات الاسعاف على الطرق موجود في العالم كامل ارتفض. وزير الماليه قال نحن في غنى عنه. انت رايك كان اليوم كل واقعيه قد تحدد غنى عنه قالنا غنى عنه ان عندنا سيارات اسعاف الكافي. انت رايك كان يعني هذا الجواب بالنسبه لك كيف تفهم؟ يعني نفهمه بانه صاحب ودن الشواط ما تسمع العياط هو اللي نفهمه فيه، ما رايت فهم هذاك الا ان ودن الشواط اللي للاسف ما تسمع العياط وتوف حقي لين اللي نعطى بحد لا قدر الله كيف تحد منه لانه هو تمشي طيار قاعد تجيبه ما في مشكله. يا غير بعد مسيكينه مولانا لا هي تبرى فدباي من مثلث الامل إلين اللي تعود لا تعدلها عملية قيصرية سيزاريا المنطقة ما فيها مستشفى عدلها لا ترتفد من ثم على صريط وتعطي عليها نهار لياك توصل حاجة تقدرهم في الحالة دي لا قدر الله توفى. إذا المتضرر الوحيد في هذه العملية هو المواطن، بينما الناس للأسف اللي في مراكز نفوذ ذيك واضح لها ذاك الواحدة فيه. طبعا بشارة بعض أن الأخ شيخ محمد قبل الاعتذار وشكرا. المهم يتابع البرنامج، انا المهم عندي اعتقد انه يتابع، انا المهم عندي ما نعود سبب لاني احد المشاهدين البرنامج ما يتابعوا اكبر يتابع البرنامج. طيب بالنسبه للمواضيع اللي انت تكلمت عنها فيما يخص توفير ان يحصل البرلماني على معلومات بشأن الملف اللي يبغي يتكلم هذا الحجم تعتقد انه جزء من المنظومه اللي ذكرتها عدم الشفافيه وهذا، ام انه يعني نتيجه روتين حكومي؟ لا جزء من عدم الشفافيه، اخفاء المعلومه جزء من عدم الشفافيه بكل وضوح، سواء عني كنائب عندي صفه رسميه سواء عنك كاعلامي تدير هذا البرنامج. هو ما فيه دخان من غير نار كما يقال. ما دام فمشي مخيوف على الاطلاع عليه معناها ان فمشي ما يلا تعرفوا الناس كامل. هي الشفافيه فائدتها اني انا ترانسبارون اللي واحد فيه كاع ماني مدرقوا به اللي بان تاق عليه ما في مشكله، كل حد جاني لا نطلعوا عليه. ما دام فم معلومات ما نقدروا نطلعوا عليها معناها ان المحتوى اللي ورا ذاك ما نقدروا نتكلموا عنه بين المات نطلع عليه، يلا نعود موضوعيين نصبروا لين نطلعوا عليه. يا غير معناها ان ذاك اللي وراها بعد قطعا في شيء ما هو شفاف، لو كان شفاف نطلعوا عليه ما في مشكله. واضح. طب رئيس الجمهوريه القادم يعني اذا طلبت منك أوصافه أو كيف ما الذي تحتاجه موريتانيا بالنسبة لك في الاستعراف القادم كرئيس الجمهورية؟ موريتانيا وجهة نظري الدور تعود واضحة في هذه القضية، احنا نحتاج شخص يمكن عليه الاتفاق، معناها بعد هذا من الاحتقانات المتكررة في العقدين الأخيرين نحتاج أن نخرج بشخص محل اتفاق، معناها في قاسم مشترك بينه هو وأكثر النخبة السياسية. يعود كل حد يجبر عنده نسبة 10% ولا 5% من ذاته في ذاك
ذاك الرئيس. هذه اولا اذا يعود قد يمكن اتفاق على نسبه كبيره من 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 شخص اتفاق جميع الاطراف ولا اتفاق اغلب طيب معين اغلب الاطراف اغلب الاطراف اغلب الاطراف حتى لان هذا الشخص وهذه المواصفات قد يكون حتى قاع موجود. نعم موجود. شو موريتان؟ موريتان لا عادمه ابنائها موجود. اذا يخلق طرح انا عيني عليه راهو لين يفوت عود رئيس ما هو اللي عطى مرشح. اللي عطى مرشح نقدروا نختلفوا عليه يا غير انا عيني على المرشحين الاوفر حظ. يا الله ما ترشح جهه سياسيه ما هو شخصي لا عاد رئيس يقد الناس تتفق عليه لياك الحياه ترجع لهدوءها. اذا هو يا درك انا كلاك واضح لك واضح. الفرق بين زمن ومرشح نقدروا نختلفوا عليه يا غير انا كطرف سياسي لين ترشح حد لين رشح حد لا لا الى اعطى ولا ننجح نعود ما يعود يقد يسكت عليه صالح عليه الاتفاق. اي وحده ثانيه يعود يقد يوفر الامن في ذا البلد. رئيس ما يقدر يوفر الامن ما يقدر يعود رئيس ذي الفتره القادمه في دوله كيف موريتانيا. يوفر الامن ذيك معناها تجربته الحياتيه تقتضي بانه انسان قادر على يوفر الامن ما هو جديد على المعترك الحياتي العادي. وذيك بعد يوفر الامن راني ما قصدي فيه فئه معينه غير قد يعود كان موظف الامم المتحده مدرك لعمليات الامن في العالم وقد يعود كان خبير مصرفي مثلا كان في المنظومه الدوليه الماليه مدركه الامن قد يعود كان في اليونسكو وعمله مثلا في مستوى حياتي تجريبي يلا يعود فيه الانسان ما يعود انسان بسيط قابضين وتولي ياكل من بيه الفرق. الثالثه الاساسيه انه الاطراف السياسيه اللي تعود تبغي تنجح يلا تقبض شخص يعود ما هو معروف بانه عنده اهتمامات ماليه. الرئيس ما يلا يعود عنده اهتمامات ماليه ولا يلا يعود يبغي الثراء. اهتمامات مالية يا فضل. ما يلا يعود يبغي الثراء ولا يلا يعود ولا يلا يعود يمارس التجارة ولا يلا يعود واحد في الأمور اللي يمارسوه المواطنين لأنه أسمى من المواطنين. يلا يعود رئيس فوق الناس والناس كلها ما هم منافس الحد. غير لين يعود رئيس تاجر تعود مشكلة ولين يعود رئيس صدامي تعود مشكلة ولين يعود رئيس الناس عندها منه مواقف مسبقة أغلب الناس عندها مواقف مسبقة يعود مشكلة وسوى نجح. إذن يا الله في هذه المخاض اللي واحلين فيه ندود الرئيس قد يجمع في العقد اللي جاي لياك على الأقل موريتان نوخذ على مرحلة شن قال مرحلة العبور نحو الديمقراطية. واضح. مثل هذه المواصفات اللي ذكرتها من يمتلك المعارضة أم الاغلبيه الاثنين ام المنزله بين المنزلتين؟ الاثنين المنزله بين المنزلتين قاع انا والخليل ان شاء الله ان ابراهيم كان امه كما اذا لا البركه احنا لا نطرح طرح قاع اول مره ينطرح وانا بعد هنا راني ذكرت الخليل ما استاذنته غير نعرف انه بعض امور ذكرته بخير غير بعد ما اعتذر له اني ذكرت اسمه كان يلا ما نذكره غير بعد كان لا في طار ايجابي غير انا والخليل ان شاء الله ان ابراهيم كان امه لان ما معنا حد يا غير نأسوا الطرح قد يعقب قلت لك بعد سنوات ينجبر له اثر يا غير يقدر يوضح ذاك في الاداء البرلماني للطرح اللي نطرحه انه مختلف عن ذاك. لا احنا باقي لنا شهرين في الاداء اربعه انا على الاستحقاقات الاستحقاقات الرئاسيه لا ديك موجوده في المعارضه موجوده في المعارضه ولا موجوده في الاغلبيه؟ موجوده في بلدنا موجوده في بلدنا هذه المعارضه موجودين عندهم شخصيات قادره انها تكون رئيس والاغلبيه عندهم شخصيات قادره واكثر الشخصيات في الاغلبيه تعرف لماذا؟ هم اللي اكثر عدد لانه الاغلبيه في موريتانيا 80% والمعارضه حوالي 20% وبالتالي بالفعل كل واحد موجود في المعارضه صالح للعمليه فما ربعه كيف موجودين في الاغلبيه صالحين ذاك من باب النسبيه. الاحتمالات لصالح الاغلبيه. بهم اللي اكثر عددا. العمليه النسبيه تعطي الاغلبيه دائما الاكثر. واضح. وموجودين الاشخاص وموجودين وياسرين وصالح لهم الوفاق ولهم طارحين كاع مشكله وتعود العمليه اللي سهله ما فيها كاع شي معارضه. شرط الامن. هل يعني هذا خلفيه عسكريه؟ قلت لك ما يعني لا خلفيه، ضربت لك في المثل في انك ما شاء الله مالي تفوت عليك. هو قاع على كل العساكر في العالم اللي يوفاوا من الخدمه العسكريه ويعودوا ما تلاقوا مرتبطين بالمؤسسه العسكريه يقدروا يدخلوا السياسه. غير ملي يدخلوها يلا يوفاوا بعد من القضيه العسكريه، ما يقدروا يخلطوهم وما يخلطوهم الا السالب والموجب. وبالتالي ما نقدر نقول شخصيه امنيه ولا نقدر نقول ما هي شخصيه امنيه لكن ما نقصيهم هما اللي لانهم هو شخص في النهايه العسكري ما عنده ذنب وضحى بحياته بمراحل كبيره لياك يخدم الوطن ما يقدر يتقاعد ويقبل التجارب نقول انا انت ما تصلح شيء لا يصلح له بعد مازال عنده مشكله غير ما عنده بعد اولويه على الناس الثانيه لا القضيه متساويه من يحدد الاولويه اللي تتقدم الناس في ساعه معترك الانتخابات يدور يضاح الناس ثقتها اكثر من هذا هو المجال. اذا وجد هذا الشخص مثلا بخلفيه عسكريه ومدنيه وبنفس المواصفات النائب محمد فاضل محمد بويان سيمنح صوته الأيام
انا راك ما قدرنا من حصوت لحد بي اللي قاع ما نعرفهم الا نتحرم بعد اللي نعرفهم غير نتاكد لكن منحي الصوتي اللي يعود واضح ومبررات واضحه ناكدها لك. طب اذا كان من الاغلبيه ومن المعارضه خارجه قاع قضيه خارجه قاع قضيه ما قلتها انا قاع ما نعمل حصوتي الراسي في هذه القضيه راك ما قلتها منزل بين منزلتي طلعت من لا لا انا ليني خلقوا المرشحين الرئاسيين في الطرح الرئاسي سيكون موضوعيا ان شاء الله تعالى في اختيار الشخص بناء على ذلك كنا نقولوا غير وبل منين جبرت اعلى معدل في التنقيط للشخص اللي مناسب ندور ندعمه وندور نطلب من الجماهير اللي معايا تدعمه للمصلحه العامه اللي نفوت نقتنع به ولا ما نقتنع بحد منهم ندور نقول للناس ان هذه 5 سنين جايه ضايعه واني خاطرهم يرتاحوا اذا العمليه معي انتهى طبعا وقت البرنامج. مشاهدي الكرام انتهى وقت البرنامج باسمكم اشكر ضيفي النائب محمد بويا والشيخ محمد فاضل طبعا نائب عن حزب طلائع قوة التغيير الديمقراطي وحزب الوفاء يعني تلقيمة ما تخسر كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا وخيرت شكرا بارك الله فيكم.